تقصد القطاع الخاص هو اللي بياخد من حضراتكم ولا المنتج؟ ما أصل أنا ببقى يعني القطاع الخاص مقدرة جدا المسؤول وهو بيشرح عايز يقول كل الحاجات الجميلة اللي عنده، بس كمان ببقى مركزة قوي في إنه نبسط المعلومة علشان هو شغله كده يعني إداري تك تك كده على طول. إحنا بيبقى هدفنا الشرح أكتر للناس بشكل بسيط. إذن هنا في قطاع خاص بيشتغل مع حضراتكم بالظبط. طب ما احنا مش عارفين. لا انا اقول لحضرتك احنا عندنا مزارع بالنسبه للدوله، احنا عندنا مزارع تخص الدوله، احنا بنعمل لها تطوير، نفس التطوير ده بالنادي بيه للمستثمر المصري اللي بيشتغل او المنتج المصري مصري. بالظبط، مستثمر مصري ومتاح لاي حد تاني برضك لو عاوز ان هو يمارس عمليه الانتاج السمكي دي عندنا هنا، متاح ليه ان هو ياخد ارضه ويشتغل فيها ويستثمر. وعشان نعمل دوت عندنا كذا حل. في شروط كده يعني؟ هو اول حاجه ان احنا مش عايز اقول مكحفه لكن محدده، يعني لو انا عايز اعمل مشروع استزرع سمكي في شروط معينه؟ لا، في مساحه من الارض موجوده بيتعامل مزاد على مساحه عندي. الارض موجوده عندي انا، محدد اماكن الاستثمار في المحافظات المصريه عند حضرتك اللي محددها. تمام، محددين الاماكن الموجوده وفي عندنا مساحات معينه متحدده على الخرائط، بيجي المستثمر بيخش في المكان ويشوف بيعمل دراسات بيئيه على المكان اللي موجود، ثم بعد كده بيبتدي يحدد نوع النشاط اللي عنده. احنا برضك بنتدخل شويه في نوع النشاط على اساس ان البيئه اللي موجوده هنا ينفع تستثمر كده، طبعا اضرب حاجات كتير ونحافظ عليها بشكل كويس. بعد كده المستثمر بياخد فتره زمنيه طبعا عشان يقدر يعمل ايه عائد الاستثمار بتاعه من التكلفه. نعم. وعشان كده برضك الراجل اللي موجود عندي هنا في مصر لازم اوفر له شويه فرص ان هو يجد تمويل. صحيح. فقعدنا مع البنوك. هايل. كل بنوكنا الوطنيه قدمت بروجرام كبير جدا للاستزراع السمكي. تحديدا. بالظبط. مع الاحتفاظ بالشروط اللي حضراتكم حاطينها. بالشروط بتاعتي اللي موجوده اللي هي بتكفل للمزارع ان هو يستغل هذه الارض بحق الانتفاع. في فرص لصغار بالتاكيد اللي نفسه يبقى مستثمر. ما مستثمر ده لازم يبدا صغير عشان يكبر. بالظبط، نشجعه. بالظبط، كل ده متاح وفي كذا برنامج للتمويل. احنا اكبر عقبه بتقابلنا هي انا اوفر علف ازاي للمزرعه السمكيه. لان التكلفه بتاعه العلف نستورده يا فندم ولا ده 60-70%؟ احنا بنستورد مصادر العلف من بره بشكل كبير. ايوه، مسحوق الاسماك والصويا والذره ما بتستزرعش عندنا، بناخدها من بره وبنجيبها عندنا هنا للدواجن والانواع الحيوانات الاخرى ومن ضمنها الاسماك. نعم. بس احنا عندنا ميزه نسبيه في السمك ان معدلات التحويل الغذائي بالنسبه للسمك مختلفه تماما عن الحيوانات الاخرى. بمعنى ان هو يعني بياكل كيلو علف او كيلو وربع بيدي كيلو سمك. الحيوانات بيدي الاخرى اسرع. بيدي اسرع. تمام. فبالنسبه للسمك معدل التحويل الغذائي بتاعه مرتفع ونسبه البروتين بتاعته بالنسبه للسمكه الشعبيه زي البلطي قليله. صحيح. ماهيش غاليه. وبالتالي توفير العلف ده للمستثمر او المزارع حاجه كويسه جدا. ففي كذا برنامج للتمويل، البنوك، البنك الزراعي والبنوك الاهلي ومختلف البنوك عندها بروجرامات لدوه وبتتعاون معانا. احنا حتى لما بيجي يعمل استزراع بيسالني بيقول لي المواطن دوه ايه وضعه بالنسبه للهيئه ومساحته قد ايه وايه، وبقى تيقن من المعلومات بتاعته ويبتدي يقدم له الاجراء البنك اللي هو عاوزه بيروح له لغايه عنده. ده هنعمله الفتره الجايه. ده البنك. البنك هيروح للاماكن بتاعه الاستزراع ويعمل عرض للبروجرام اللي هو عاوز يعمله ومع المزارعين جوه المكان بتاع الاستزراع عشان يقول له انا بهو موجود عندك بقدم لك المزايا 1-2-3. البنك عشان يعرف ده وقعد معانا يعني ايه استزراع سمكي، شرحنا له كل الحاجات دي. ده موضوع جديد مع البنوك. بالظبط. ده لسه خلال الفتره اللي فاتت دي. ده سكه جديده للبنوك. بالظبط. ايوه. وطبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه في برضك بالنسبه لنا كذا بروجرام عملناه حتى لغايه المراه المعيله او المراه الفقيره عموما. أي. يعني أي. وخصوصا في منطقه الصعيد ممكن تستفيد ازاي المشروعات الصغيره والمتوسطه واستفادوا. احنا عرضنا استفادت المشروعات دي، لكن احنا بصدد دلوقتي ان احنا ناخد الموافقات بحيث ان ايه ممكن السيده مثلا بسيطه في البيت تعمل ايه السمك اللي موجود ده تحفظه بشكل كويس، يبقى في فرصه للمشروعات الصغيره تديها جزء تبريد تجميد للسمك تقدر تحفظه.